يقول السائل: إذا وضع أحدهم في سيارته أو دكانه كلمة ما شاء الله تبارك الله، هل يعتبر هذا من التمائم؟ إذا كان علقها يريد أن يتذكر بها الذكر والتسبيح والتهليل فهذا خطأ، لأن هذا الشيء لم يعمله الصحابة رضي الله عنهم ولا. أما إذا علقها يريد بها الحفظ، تحفظ سيارته تحفظه، فهذه من التمائم، هذا تعليق التمائم ولا يجوز. نعم.